السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم فقهنا فی الدین اللهم فقهنا فی الدین اللهم فقهنا فی الدین. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سورة الحجر آیت نمبر 51 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. ونبئهم 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 عن ضيف إبراهيم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. 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 قال أبشرتموني على أم مسني الكبر فبم تبشرون. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. فبما هي؟ قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. 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 فبم تبشرون.
فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. أجمعين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. پھر سے پڑھیں. قالوا جئنا, جعنا نہیں ہے, حمزہ ہے, عین نہیں ہے. جئنا کا اب پڑھیں. قالو واتيناك بالحق وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ.
فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين پھر سے فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
الْمُحْسِنِينَ. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ. لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ. لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. لِلْمُؤْمِنِينَ. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. بُيُوتًا نہیں ہے بُيُوتًا. پھر سے پڑھیں. فأخذتهم الصيحة مصبحين. فأخذتهم الصيحة مصبحين. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. 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 إن ربك هو الخلاق العليم.
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم لا تمدن پھر سے پڑھیں ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين پھر مؤمنين کی آواز آ رہی ہے پھر سے لل پھر سے وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الذين جعلوا القرآن عضين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين تؤمروها راب کیا ہے پھر سے پڑھیں فاصدع فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين تؤمر وأعرض تؤمر وأعرض فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وأعرض عن المشركين وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين پھر عين کی آواز آ رہی ہے پھر سے إنا الذين يجعلون مع الله إلها آخر الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون
بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يأتيك اليقين. يأتيك اليقين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.